السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا جبت لكم عصير منعش جدا لهذا فصل الصيف. غادي تقولوا لي إيه عصير البربة؟ هو هذا العصير فيه البربة، مكون رئيسي فيه البربة، ولكن فيه واحد المكون آخر، مكون ثاني، وكيجي رائع جدا ومنعش ولذيذ وسهل التحضير، وكيعطينا واحد الكميه وفيره. انا مزجت جوج انواع ديال يعني البربه والمكون الثاني اللي ما تشي واحد، يعني انا قلبت مزيان في اليوتيوب حتى واحد ما مزجهم عفوا، يعني لقيت البربه وخيزو البربه والبنان البربه والتفاح لقيت بزاف، ولكن انا درت البربه والمكون الثاني. تبعوا معايا لا فيديو الى الاخر باش تعرفوا على المكون. وهو هذا المكون الثاني كيف ما كتشوفوا معايا، الطماطم. نبداو على بكسله، نقولوا بسم الله. عندي هنايا تقريبا نصف كيلو ديال البربه، نص ثاني سلقته والنص ثاني خليته نايم، اي ما سلقتوش، خليتها على طبيعتها البربه خضراء، والنص ثاني سلقته كيف ما كتشوفوا معايا. غتسولوني على سلقت الاول النص ثاني سلقته والنص ثاني خليته، لان النص ثاني سلقته لان هذا العصير غنطحنوا بالماء ديال البربه، يعني باش نحصل على الماء ديال البربه طبيعي بلا ما نضيف الماء عادي. سلقت النص واحتفظت بالماء ديالو كيف ما كتشاهدوا معايا، وخليت النص. عندي هنايا السكر بطبيعه الحال، واحد شاصيه ديال الفاني، وهذا هو الماء ديال البربه اللي احتفظت به. وعندي المكون الثاني اللي يعني حتى شي واحد ما تجرأ يضيفوا العصير للبربه، كيف ما قلت لكم قلبت وبحثت ما لقيت حتى شي واحد جرأ يضيف الطماطم للبربه. كيف ما كتعرفوا كنا صغار كان والدينا كيديروا لنا عصير ديال المطيشه اللي هو منعش وكيجي رائع وكيخلي الوليدات الصغار خديداتهم احمرين. بالنسبه لهذا الطماطم او مطيشه ديروا هذه الطويله اللي كتكون فيها الهبره وما كتكونش فيها الزريعه بزاف وكتكون حلوه، يعني ما كتكونش حامضه بحال المطيشه الاخرى. من الاحسن ديروا هذه المطيشه الطويله، راه متوفره دابا في فصل الصيف، راه موجوده كتعطينا كميه بزاف. وانا احتاجيت هنا غير 3 ديال الحبات ديال المطيشه اللي قد نقيتها وقطعتها وبلا ما نحيد لها الزريعه، لان هي ما كتكونش فيها زريعه. انا ضفت هذا المكون اللي صحي ومهم بالنسبه للباربه ومطيشه، راه بجوجهم مهمين، كاين اللي كيدير العصير ديال الطماطم بوحدو والباربه كيضيف لها اضافات اخرى. انا اليوم مزجتهم بجوج وعطاوني واحد العصير رائع جدا. تبعوا معايا لا فيديو الى الاخر، هادو هما المكونات. تبعوا معايا الطريقه ديال العصير ديالنا كيفاش غادي نوجدوه في واحد المراحل مهمين. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت انا المولينكس، يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنضيف نصف الكميه ديال الباربه، لان ما غيهزليش الكاس هادشي كامل، كندير غير نصف الكميه ديال الباربه، وكذلك الطماطم كندير غير نصف الكميه. بالنسبه لنصف كيلو ديال الباربه وثلاثه الحبات ديال المطيشه، عطاوني 3 لتر ديال العصير، 3 لتر تقريبا، 3 لتر 3 لتر ونصف ديال العصير. يعني الماء اللي سلقت فيه الباربه هو هذا، عندي فيه 2 لتر زائد السوائل ديال الباربه وديال الطماطم، عطاني 3 لتر ديال العصير اللي منعش وكيجي رائع جدا. كيف ما كتشوفوا ضفت الماء ديال الباربه نصف كميه ديالو، وندير السكر على حسب الذوق، يعني ما تحليوش بزاف وما ديروش يعني مسوس، يعني خليوه على طبيعته تقريبا، ما ديروش السكر بزاف باش كيجي الحلاوه كتكون مناسبه. الا كان عصير حلو بزاف ما كيبقاش داك الجهد ديال الفيتامين ديالو. ثم كنضيف الشاصيه ديال الفاني، وكنطحن جيدا في الخلاط الكهربائي. من بعد ما كنطحنوا ضروري ما نصفيوه الصفايه، يعني اللي بغى يشربوا هكاك لكم الحريه، انا كنصفيه ضروري كنصفيوه. ثم ملي غادي نصفي غنزيد نكمل نطحن الكميه الاخرى اللي بقات ليا. كيف ما كتشاهدوا معايا ضفت الماء ديال الباربه اللي بقى ليا، والباربه والطماطم والشاصيه ديال الفاني، يعني شاصيه الفاني درتها في الخليط كامل، يعني شاصيه الفاني وحده اللي درت، ما درتش جوج غير وحده، باش كتحيد لينا داك شويه ديال النسمه ديال الباربه. كاين اللي ما كيبغيش النسمه ديال الباربه، على العموم هي راه مزيانه. كيف ما كتعرفوا دابا الباربه موجوده تبارك الله ما شاء الله، ومطيشه اللي قلت لكم طويله هي موجوده، يعني غير 3 ديال المطيشات ونص كيلو ديال الباربه تيعطينا 3 لتر من العصير اللي كيجي منعش رائع جدا.
انا كملت الكيمياء الاولى صفيتها، والثانيه كذلك تندوزها في الصفاية. وغادي نخرج لكم على الموضوع واحد شويه موالفه، كنهضر لكم غير على الشهيوات والوصفات ديال الطبخ. انا ملي كنصفي ملي كنستعمل دائما هاد العصير ديال المطيشه وديال الباربا اي شامندر، كنصفي وكنخلي هاد التخت ديالو، يعني انا راه مازال غادي نصفيه وغنخلي غير التخت هذا ديال الباربا ومطيشه، كنحتفظ به جانبا. ملي كنسالي العصير ديالي كنوضعو يبرد، كناخذ هاد التخت هذا وكنضيف له اما معلقه كبيره ديال دانون مسوس او لا معلقه كبيره ديال الحليب غبره، وكنديروا ماسك لوجهي، منها كنتبرد بالعصير، منها كنغدي البشره ديالي، وكتعطي واحد الصفاء للبشره، يعني كتحصلي على واحد البياض. بالنسبه لي طاش بهذا فصل الصيف والحراره وهذا الاسمرار كترجع البشره ديالكم من داك الشيء الرفيع، يعني درناها حديد ومغزل، يعني وجدنا العصير واحتفظنا بهذا باش نديرو لوجهنا. بالنسبه لواحد الاخت كانت دخلت عندي بالتعليق العصير اللي فات اللي كنا درناه بجوجنا كهاد ديال الفرومبواز وديال البيستاش، قالت لي اختي عافاك كيفاش زينتي، عطاتني يعني صيفطات لي تعليق قالت لي كيفاش اختي زينتي داك الكيسان. انا غادي نشرحت ليها في التعليق، ولكن ها هي الفرصه، ها هو ماذا كيف ما كتشوفي الاخت، خديت طبيسي درت فيه شويه ديال الماء ديال الباربا، العصير ديال الباربا اللي درت، اي عصير وجدتيه كديري شويه في طبيسي ديال سائل وطبيسي فيه سنيده، وها انت كتشوفي معايا. يعني شحال واحد يقول لي وراه عرفنا هاد القضيه سهله، واحد الاخت ما فهمتش او ما عرفتش ما فيها، بس نشرحوا ليها الطريقه ديال التزيين ديال الكؤوس ديالنا اللي كنضعوا فيهم العصير. ها هي اختي الطريقه كيفاش زينت الكيسان، سهله جدا. وها هو العصير ديالنا من بعد ما وجد لينا ودرتو برد جيدا، يكون بارد لان الحراره العصير ضروري يكون بارد باش كتحسي بداك المذاق ديالو الانتعاش. كيف ما شفتوا عطاني 3 يترو، لان هاد القرعه عندي فيها يترو واخرى عندي فيها الغراف هذا عندي فيه 2 يترو، كيف ما كتشوفوا كيجي رائع جدا. يعني نتوما دابا كتشوفوا انا راه ذقتو، يعني كيجي رائع رائع جدا، في واحد المذاق مزيج ديال داك مطيشه داك الطماطم الطويله كتكون حلوه فيها، وداك كتكون مهبره وكتكون حلوه، زائد الباربه يعني صدقوني صدقوني ما فيه لا اضافات، يعني لا ماء لا ليمون، ما درتش فيه الليمون، ما درتش فيه الماء، يعني الماء العادي من الروبيني، يعني الماء ديال الباربه هو اللي استعنت به وطحنت به المطيشه والباربه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجي، يعني نتوما راه كتشوفوا كيف ما قلت لكم راه كيجي المنظر ديالو رائع، وزينتو بهذا القطع ديال الباربه اللي قطعتهم على شكل وريضات، يعني التزيين كيبقى اختياري كما كنقول لكم، واخا ما يكونوش الضيوف او غير الضيوف نتهلا فراسي بعدا انا الاولى فيما كنبغي نحط شي حاجه كنبغي نزينها باش كتعطيني واحد الانتعاش، وانا كناكلها او كنشربها ولا حتى نشوف فيها، كتعطيني واحد الاحساس بالانتعاش قبل ما نشربها او ناكلها. كيف ما كنقول لكم دائما زينوا زينوا الاطباق ديالكم، ما تبخلوش عليهم، يعني كتضربوا تماره والسوايع وانتم كتوجدوا وطيبوا فيهم، وخمسة دقائق ديال التزيين مدت ما جابت. وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم، كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وبصحه وراحه، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق راه كيجي رائع جدا. وهذا هو العصير اللي كنت درجت معكم في الحلقه فريطه، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وشكرا لكم متابعة، ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة صورية، ونخليكم مع الصور ديال بعض الوصفات اللي كنت حضرتها معكم من قبل. وشكرا لكم متابعة، ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة صورية، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين. وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناة سكينة صورية، ودمتم في رعاية الله.